استمرار أعمال الترميم في كنيسة القيامة. ألف سيفساء الجديدة على جبل نيبو، إيليا النبي رمز السلام والوحدة. عيد تكثير الخبز والسمك في الطابغة. سفير المسيح في سلاسل، سجن القديس بولس في كيسارية. أهلا بكم. في 7 نوفمبر تم عرض التقدم المحرز في أعمال الترميم المستمرة في كنيسة القيامة منذ 2 على رؤساء الطوائف المعنية، وتعد هذه أهم أعمال الترميم التي تم إجراؤها في الكنيسة إضافة إلى القيمة المسكونية الكامنة فيها. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي. في 7 من تشرين الثاني قدمت البروفيسور فرانشيسكا رومانا ستاسولا لرؤساء الجماعات المعنية عرضا بشأن التقدم المحرز في الحفريات الأثرية الجارية في كنيسة القيامة على مدى 2 الماضيين. إنه مشروع دراسي طموح وجديد تماما، ولكنه أيضا مشروع ترميم وتكيف مع الاحتياجات الجديدة التي تتضمن من بين أمور أخرى جعل مساحات هذا المكان الاستثنائي آمنة ويجب إكمالها في غضون بضعة أشهر. نحن الآن في المرحلة النهائية من الحفريات، ويمكننا أن نأمل أنه بعد هذا الاجتماع اليوم مع رؤساء الجماعات الثلاث سنمضي قدما في تحديث البنية التحتية مع احترام المواعيد النهائية. وفي نهاية العمل كما قلت العام الماضي سيرى الناس غطاء جديدا ذا نوعية جيدة وذا مظهر جميل، وسنبدأ بتركيب البلاط خلال الشهر القادم، وأعتقد أننا سننهي العمل في غضون 6 أشهر من تاريخ بدء هذه المرحلة الأخيرة. منذ زمن الصليبيين وحتى اليوم تعد هذه أهم أعمال الترميم التي تم إجراؤها، وأول دراسة كاملة أيضا من وجهة نظر أثرية، وفي بعض النواحي إنها الخبرة أيضا الأكثر أهمية بالتعاون بين الجماعات الرئيسية الثلاث، طائفة الروم الأرثوذكس، الكنيسة الرسولية الأرمنية والجماعة اللاتينية ممثلة في رهبان حراسة الأراضي المقدسة. إذن هناك قيمة مادية لا شك فيها، وهناك قيمة روحية وحتى كنسية مسكونية. حقيقة أن أعمال الترميم جارية الآن في كنيسة القيامة تدل على وجود تعاون ووحدة غير مسبوقة بين الجماعات المسيحية الثلاث، وهي البطريركية الأرمنية والبطريركية اليونانية وحراسة الأراضي المقدسة. وبدون هذا التعاون والوحدة لم يكن للمشروع أن يتحقق في كنيسة القيامة. هذه هي الكنيسة الأولى في العالم، وهي قبر المسيح والمكان الذي صلب فيه المسيح الجلجلة. لقد تم بناؤها من أجلنا، وحسرتاه إن لم يتم ترميمها وترتيبها بأكملها لجعلها جميلة وجذابة لجميع الحجاج الذين يأتون لزيارة الأماكن المقدسة. إن كنيسة القيامة هي بالتأكيد المكان الأكثر أهمية لجميع المسيحيين، لأنها مكان قيامة ربنا يسوع المسيح. هذا هو أساس إيماننا وأيضا أساس رجائنا. سيتم الانتهاء من العمل في غضون 6 أشهر، وستكون هذه الخبرة مذهلة ليس فقط بالنسبة للكنائس، ولكن أيضا لعلماء الآثار الشباب الذين كانوا جزءا من الفريق بقيادة البروفيسور ستاسولا. هذه أيضا فرصة عظيمة بالنسبة لي على المستوى المهني، إنها أفضل ما يمكن أن أطمح إليه على الإطلاق، لأنني باحثة آثار مسيحية، لذلك يبدو الأمر كما لو كان حلماً تحقق على مر السنين. أن أكون جزءاً من هذا المشروع هو أمر مهم جداً بالنسبة لي. في 9 من نوفمبر دشن الأب فرانشيسكو باتون حارس الأرض المقدسة 1000 سيفساء الجديدة في الكنيسة المكرسة للنبي إيليا
على جبل نيبو بحضور ممثلين عن السلك الدبلوماسي الأردني. الصور والمقابلات في التقرير التالي. يمكن مشاهدة الفسيفساء الغنية بالرمزية والمثيرة للتأمل على جبل نيبو في الأردن في الكنيستين المكرستين للنبيين موسى وإيليا المجاورتين للدير الفرنسيسكاني. قبل بضعة أشهر كنا على جبل نيبو واتيحت لنا الفرصة للقاء الفنان المشارك في إنهاء العمل الذي بدأه المهندس المعماري أسامة حمدان مع الأب ميشيل بيتشيريلو. هذه الفسيفساء كلفني بها المهندس المعماري أسامة وأباء جبل نيبو الفرنسيسكان لأنهم كانوا يعرفونني منذ سنوات عديدة. لقد أتيت عام 1990، دعاني الأب ميشيل بيتشيريلو إلى هنا وبدأت معه عندما افتتح مدرسة الفسيفساء في مادبا لتعليم وتدريب الأطفال المحليين حتى يتمكنوا في يوم من الأيام من العمل بشكل مستقل لأن هذه الأرض غنية بالفسيفساء. في 29 الثاني ترأس الأب فرانشيسكو باتون حارس الأراضي المقدسة القداس الإلهي وبارك الفسيفساء الجديدة المكرسة للنبي إيليا. إيليا وهو شخصية مركزية في الديانات الإبراهيمية الثلاث يكتسب معنى أعمق في ضوء الصراع الذي ابتليت به المنطقة منذ عام، وقد أكد الحارس في عظته أن إيليا يمثل رمزا للإيمان الذي لا يتزعزع والدفاع عن العدالة ويقدم مثالا لجميع الباحثين عن الحقيقة والسلام. I think that the message of Elijah is very very important. إن رسالة إيليا مهمة جدا، وكما نرى في العهد القديم فهو نبي المصالحة والمصالحة بين الأجيال المختلفة، ونأمل أن يساعد أيضا في المصالحة بين مختلف الناس والأديال. وقد شارك في الاحتفال الأب إبراهيم فلتس نائب حارس الأراضي المقدسة، والأب برنارد تيلا جاراغا حارس الدير، والأب كلاوديو بوتيني من المعهد الكتابي الفرنسيسكاني. لقد كانت في المقام الأول مفاجأة وهدية قدمها لي رؤسائي، وهي تواجدي هنا في هذا اليوم الاستثنائي. جبل نيبو بالنسبة لي هو جبل من الذكريات لأنني قضيت سنوات عديدة مع الأب بيتشيريلو من عام 1975 إلى عام 1977 ودون انقطاع حتى وفاتي، لذلك تغمرني الذكريات والعواطف. وحضر أيضا العديد من ممثلي السلطات الكنسية والدبلوماسية من مختلف البلدان، مما يشهد على أهمية جبل نيبو في بناء الحوار والوحدة. جئت إلى هنا لأعرب عن امتناني للفرانسيسكان على العمل العظيم الذي يقومون به هنا في جبل نيبو، ليس هنا فقط بل في كل مكان في الأراضي المقدسة، في الحفاظ على المواقع المسيحية وتشجيع السياحة المسيحية هنا في الأردن. وتعودنا في هذا الوطن أن نكون أسرة واحدة متحابة متعايشة، دائما بيننا السلام وبين التسامح وبين الأخ، وهذا الجبل هو مرآة لحراس الأراضي المقدسة لما يعطي الصورة الحقيقية الناصعة. نطلب دائما دعم هذه المنطقة وهذا الجبل حتى إن شاء الله ننهض ونكون عنوان في العالم كله. لقد كان يوما جميلا حقا، وذلك بفضل حضور جميع هؤلاء السفراء والبرلمانيين من الحكومة الأردنية، بالإضافة إلى العديد من الأشخاص الذين جاءوا لرؤية هذا المكان وأيضا لتقدير عمل الفرنسيسكان وما تقوم به حراسة الأرض المقدسة في جبل نيبو. وفي المساء حضرت وزيرة السياحة والآثار الأردنية لينا عناب حفل العشاء وتسلمت خلاله هدية من يدي الأب باتون والأب عمار شاهين راهب في هذه المنطقة، ومثلت هذه اللفتة رمزا للصداقة والتعاون بين الرهبان الفرنسيسكان الموجودين على جبل نيبو والسلطات الأردنية. في هذه اللحظة يجب علينا أن نفكر في الأشياء العديدة
التي توحدنا كبشر. إن رسالة لفرانسيسكان أيضاً في الحفاظ على التراث الثقافي للمنطقة هي رسالة سلام وحوار. تعتبر الفسيفساء الجديدة لجبل نيبو عملاً فنياً ذا قيمة فنية وروحية عظيمة، وتصور 4 حلقات رئيسية في حياة النبي إيليا. إنها دعوة للحجاج من جميع الأديان الذين يمكن أن يجدوا السلام ويعجبوا مثل موسى من على الجبل بجمال الأرض المقدسة. يمكن للحجاج الوصول إلى هذه العجائب وزيارتها وتصويرها. كل شيء مفتوح للسماح للجميع بالاستمتاع بهذا المكان، إنه يمثل حتى اليوم مكانا يمكن الإعجاب فيه بالجمال والروحانية. في الطابقة الواقعة على شاطئ بحيرة طبرية تم الاحتفال بعيد تكثير الخبز والسمك برئاسة الأب نيكوديموس شنابل رئيس دير رقاد العذراء في القدس. عيد تكثير الخبز والسمك في التقرير التالي. شهدت كنيسة الطابقة البنديكتية وصول عدد كبير من الحجاج يوم السبت 29 الثاني. على الرغم من صعوبات الحرب وغموض المستقبل، فإن مسيحي الجليل هم علامة الحضور النبوي الذي يقاوم الاختبار، مظهراً المعنى النهائي لتلك القيمة التي جعلها القديس بنديكتوس ركيزة لقانونه الاستقرار. وكما وعد الربان بعدم مغادرة المكان الذي دعاهم الرب للعيش فيه أبداً، علامة على تجدرهم في المسيح وفي الكنيسة، فإن مسيحي الأرض المقدسة أيضاً مخلصون لدعوتهم كأعضاء حية في الجسد السري في سياق صعب، وهو السياق الذي ولدوا فيه، وهو نفس السياق الذي ولد وعاش فيه يسوع أيضاً. الأرض التي فيها كلمة الحياة صار جسداً وقدم نفسه خبزاً مكسوراً على مذبح العالم. بالنسبة لي هذا مكان خاص لأننا نشأنا هنا. لقد تعمد ابن البكر في هذه الكنيسة. هذا كله مكان خاص، خاصة في هذه الأيام الصعبة للغاية مع كل ما يحدث. من المهم جدا أن نجعل الناس يفهمون أننا هنا وأننا متجدرون في المنطقة ولم نهرب. وجودنا هنا مهم جدا. اسمي شادي الدويري من الناصرة، والدي هو خليل، وهو البناء الذي بنى هذه الكنيسة قبل 43 عاما في عام 1979. منذ تلك اللحظة وحتى اليوم نأتي لهنا كل عام للاحتفال بهذا القداس. وبحسب التقليد فإنه مثلما أحضرنا والدي إلى هنا فإننا الآن نحضر أطفالنا. إنه لمن دواعي السرور أن أكون هنا. نحن نحب هذا المكان. الجو هنا جميل. لقد تعمدنا في هذه الكنيسة وقمنا بتعميد أطفالنا هنا. And we also baptized our children in this church. It's a very challenging period for us all. إنه تحدي حقيقي أن أكون هنا في هذا الوقت، ولكنني أعتقد أن حاجتنا الحقيقية الوحيدة هي الإيمان بالله، ولهذا السبب يسعدنا أن نتمكن من الاحتفال بهذا القداس. نأتي إلى هنا كل عام، وسنكون هنا في العام المقبل أيضاً. Especially we Christians, I can really say that. أود أن أقول بشكل خاص للمسيحيين بوضوح شديد وبحزن قليل أيضا إن لدي هذا الانطباع. العالم اليهودي يظهر تضامنا عميقا مع الإخوة والأخوات اليهود الذين يعيشون هنا. إن العالم الإسلامي يقف في تضامن قوي مع الإخوة والأخوات المسلمين في هذه الأرض. لكي يكون صادقا من وجهة نظري، يمكن للعالم المسيحي وهو الأكبر والأوسع بين هذه العوالم أن يفعل أكثر من ذلك بقليل. أود أن يكون هناك المزيد من الشعور بالتضامن والمزيد من الشجاعة حتى في القيام برحلة الحج إلى هنا. يجب أن أقول تعالوا من فضلكم، من الممكن القيام برحلة الحج، وقد تكون الظروف غير مريحة، ولكن الرحلات الجوية متاحة ويمكنكم الوصول إلى هنا. من سنة 79، آخر سنة 79 لغاية الآن أنا بنيت الكنيسة خلال 3 سنين هنا، وعلى مدى 40 سنة، 43 سنة، 44 سنة أنا موجود هنا دائما.
تخبرنا معجزة التكثير العارفة والسمك أن الله يجمع فقر الإنسان ويحوله إلى مبدأ مشاركة لا ينضب. لقد أحدث يسوع ثورة في منطق السيطرة والقمع، وأصغى إلى الجوع إلى الحياة الذي يلتهم الشعوب، وأجاب بتقديم الذات في الإفخارستية، وهي علامة المحبة الأسمى والأكمل. يحتاج مسيحيو الأراضي المقدسة اليوم إلى رؤية محبة وتضامن إخوتهم في المسيح، ورؤية أن المسيحيين لا يخافون من القدوم إلى الأماكن المقدسة. I think in these days we feel very weak. We feel it's, you know, the situation, 5,000 people. ربما نشعر بالضعف هذه الأيام دون أن يساعدنا أحد، لكن انظر إلى الوضع الذي يصفه لنا الإنجيل. 5,000 جائع بلا موارد، ويجد يسوع الحل في طفل ليس لديه سوى 5 أرغفة وسمكتين، وهو يقول أمامه: هيا دعونا نشارك. وهذه بالنسبة لي علامة المحبة. هذا الطفل ليس لديه قوة إلا قوة المحبة. في كثير من الأحيان هذه الأفكار السياسية، هؤلاء الأشخاص الأقوياء في العالم بأسلحتهم، لا يرون القوة الحقيقية، قوة الله ومحبته التي نثق بها، قوة العطاء والغفران. أنا متأكد، وهذا هو يقيني ورجائي، أن يسوع معنا الآن ومدرك لجوعنا وعطشنا للسلام. التقطت كاميرا المركز المسيحي للإعلام صورا نادرة من داخل السجن الذي ألقي فيه القديس بولس في كيسارية. إليكم نظرة خاطفة إلى سفير المسيح في سلاسل. أتاحت لنا سلطة الطبيعة والحدائق في إسرائيل أن نكون أول من يلتقط صورا من داخل السجن الذي ألقي فيه القديس بولس الرسول في كيسارية، والذي تم اكتشافه مؤخرا. في تلك الأيام بعد عودة القديس بولس من رحلاته الرسولية إلى القدس، تم اتهامه بأنه يدنس الهيكل ويثير الشغب بمخالفته قوانين الشريعة. تشاهدون من حولكم قصر هيرودس، وقد بنى في الساحة الداخلية للقصر خزان مياه. بعد وفاة هيرودس أصبح هذا المكان دار الولاية، وقرر الوالي الروماني التخلي عن خزان المياه لأنه تزود بالمياه بواسطة قناطر المياه، فحول خزان المياه إلى سجن. كان هذا السجن أكبر مما تشاهدون، لأن هناك غرفة إضافية مساحتها مثل هذه المساحة. كان بالإمكان إدخال عشرات الأشخاص إلى هنا. وقد عثر داخل السجن على نقش طيني لسجينة من فترة لاحقة جاء فيه: يا رب يسوع ساعد بروكوبيا. قضى بولس في هذا السجن نحو 2 عامين. لقد عقد الوالي بعض اللقاءات جمعة القديس بولس مع المدعين وبعض المحامين، ولكن لم يتم التوصل إلى قرار، فقرر القديس بولس رفع دعواه لقيصر، إذ كان يحق له ذلك كونه مواطنا رومانيا. نحن في قاعة المحكمة التي تقع فوق السجن. لقد ورد ذكر هذا المكان في كتاب العهد الجديد في أعمال الرسل. قال بولس عند محاكمتي: لدى محكمة القيصر يجب أن أحاكم. لم يكتب القديس بولس رسائل في سجن كيسارية، بينما قام بذلك في سجن في روما، إذ شاءت العناية الإلهية أن ينشر المسيحية في العالم الغربي أيضا. ونقرأ في سفر أعمال الرسل: وفي الليلة التالية وقف به الرب وقال: ثق يا بولس، لأنك كما شهدت بما لي في أورشليم هكذا ينبغي أن تشهد في روميا أيضا. Saint Paul, in fact, he was put in prison in different places because his. لقد ألقي القديس بولس في السجن في عدة أماكن لاعتبار تبشيره بالإنجيل في بعض الأحيان مساسا بالحياة الهادية للسكان، فقد تم سجنه في فيليبي وقيصاريا وروما.
So he was in prison in Philippi also. He was in prison in Caesarea. He was in prison in Rome. إلى أهل أفسس يقول القديس بولس: ولأجلي لكي يعطى لي كلام عند افتتاح فمي لأعلم جهارا بسر الإنجيل الذي لأجله أنا سفير في سلاسل. So as Saint Paul, مثلما كان إيمان القديس بولس بالمسيح قويا، هكذا يجب أن يكون إيماننا به نحن المسيحيين، وأن نثابر عليه في فترات المعاناة. دعونا نفكر في الشيء الرائع الذي فعله هذا الرجل. لاحظوا أن في أقوى دول العالم اليوم التي توجد فيها المادة الوراثية DNA لكتاب العهد القديم والمسيحية، حتى لو لم تكن بلدانا متدينة، غير أن عالم الأخلاق والقيم بأكمله فيها يستمد قوته من هذه الكتابات المقدسة. أكتفي مكدوشين. وصلنا مشاهدين الكرام إلى ختام نشراتنا الإخبارية قدمناها لكم من الأرض المقدسة. لكم أطيب أمنيات فريق العمل، وإلى اللقاء. المجد ليسوع المسيح. لفت التضامن لدعم حراسة الأراضي المقدسة. يقوم المركز المسيحي للإعلام بنشر رسالة يسوع من خلال توعية العالم بروحانية الأماكن المقدسة وحياة المسيحيين الذين يعيشون هنا. ستساعدنا مساهمتكم في إيصال بشرى الرب القائم، وهي الأكثر إلحاحاً، إلى جميع الأمم بلغات مختلفة. لمساعدتنا ودعمنا بشكل ملموس، تجدون حساباتنا البنكية في رمز الاستجابة السريعة QR Code. خياركم يصنع فرقاً.